مرحبا استاذ مرزوق. يشوف الله مره ثانيه عيدها استاذ مرزوق. طالما قلت لي استاذ اكيد محضر لي مقلب ممتاز. لا مقلبين، واحد لك واحد لي. يا سيدي طالما انا وياك متساويين بالمقالب ولا يهمك. انت بدكيش تضرب بنتك؟ وشو الحكي هذا يا ابو عواد؟ لا عمو لا 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 تسي فهمي ولا ظني يا حبيبي، انا قصدي تضبها ببيت يعني تجوزها. شوف يا ابو عواد الحقيقه اجل بنتي انا خطاب كثير كثير، وكنت ما اقولها كنت كل ما بقولها يا ابنتي يا ساميه وشو رايك وترط وتقول لي مش وقته يا ابا. لا وقته نص يا مرزوق. حبيبي انا بصراحه قررت اجوز بنتك لابني.